نوع تاني من انواع الفلو سنسورز معتمد على حاجه بنسميها الفاريبل اوريفيس فلو ميتر. الفاريبل اوريفيس فلو ميتر بيبقى عباره عن سنسور بالشكل ده كده، فيه فلاب، والفلاب دي بيسكلي حسب اللامينر فلو اللي موجود، حسب الفلو اللي موجود ممكن تفتح بطريقه قليله او بطريقه كتير، حسب كل ما الفلو كبر كل ما اتفتح بطريقه اكبر شويه. وطبعا لو في عندنا فلاب بالشكل ده كده، طبعا لو عندنا ريفرس فلو برضه هيعمل نفس الحاجه في عكس الاتجاه. فالنقطه لو احنا برضه جينا قسنا فرق البريشر بتوين نقطتين قبل وبعد الفلاب، طبعا الفلاب ده بيبقى هو نفسه لو ريزيستنس بنفس الفكره اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده. فرق البريشر دوت على الريزيستنس بتاعت الفلاب نقدر نجيب منه على طول الفلو ريت بيساوي كام. اوكي، فبالتالي بنتكلم على بيبقى في عندنا ديفايس زي كده، والديفايس دي بيبقى لها يعني جوه الفلاب ده بيبقى موجود، وبيبقى في عندي تو بوينتس بقدر اقيس بيهم البريشر ديفرنس اكروس الفلاب دوت. وبالتالي طبعا عندنا برضو نفس الكلام، بيبقى كان عندنا برضو ديفرنشال بريشر سنسور زي اللي اتكلمنا عليه قبل كده مستعمل هنا برضو. وبالتالي بيسكلي عن طريق البريشر دوت واحنا عارفين الريزيستنس بيبقى في عندنا 1 تو 1 كورسبوندنس بين الفلو ريت والبريشر دروب. طبعا هنا ممكن نفكر ان الريزيستنس بتتغير مع الفلو، بس اكشولي لو احنا عرفنا قيمه البريشر دروب الديفايس دي بتبقى كاليبريتد، كل بريشر بيكورسبوند لسيرتن فلو ريت، فبالتالي بمعلومات البريشر بقدر على طول احصل على الفلو ريت بيساوي كام. الميزه برضو بتاعت السنسور ده هو ان هو يشتغل في الباي دايركشنال، بيشتغل باي دايركشن معناه اقدر اقيس الفلو في الاتجاهين، وده طبعا بيسمح ان انا استعمله. يعني عامه بالنسبه لنا لما بنتكلم على الانسبيراتوري ليمب والاكسبيراتوري ليمب المفروض الدايركشنز فيها تبقى موحده، يعني الدايركشن ما بيتغيرش، بس في بعض الاحيان في بعض الديزاينز الناس بتستعمل الفلو سنسور عند الماوث بيس بتاعت البيشنت، بمعنى ان هي بتبقى عند الكومن ليمب اللي هو بيجمع الانسبيراتوري الاكسبيراتوري، بمعنى كده يبقى لازم في الحاله دي يقيس الفلو اللي داخل واللي خارج من البيشنت. بس عامه واحد من السنسورز اللي هي موجوده وكومن يوز الحقيقه في الميكانيكال فنتليتورز.